اذن عفوا عفوا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من زنقه الشمال وشارع محمد السادس. اللي كيعرفوا التنظيم ديال واحد السوق اللي كيتنظم جوج ديال المرات في الاسبوع، اللي كيتسمى سويقه درب السلطان. هذه السويقه اللي كتعرض جميع انواع الملابس وبثمن مناسب وفي المتناول ديال الصغير والكبير. شكون سبق له تقدى من هذا السويق؟ معروف ان سوق درب السلطان كتعرض، هنا كتعرض جميع انواع الملابس ديال النساء، الرجال، الاطفال، يعني جميع الانواع ديال الملابس كتلقى هنا، من غير الملابس غير المنزل، الاواني، كل شيء كاين هنايا وبثمن في المتناول. يعني معروفه بانها سوق كيقصدوها الناس اللي من طبقه فقيره والطبقه المتوسطه. السويقة اللي كتمتد على طول شارع محمد السادس، منطقة درب السلطان بالدار البيضاء. كتشوفوا كتعرضوا فيها جميع أنواع الملابس، أواني المنزلية، أي حاجة كتقلب عليها إلا غادي تلقاها هنا. ملابس ديال النساء، ملابس ديال الرجال، العطور في الواجهة الخلفية، كاينين الأعشاب، انتوما كلشي كاين هنا. التذكير فان الباعه ديال هاد السويقه كيجيو من عدد من المدن المجاوره لمدينه الدار البيضاء، كبرشيد مثلا، السطات، المحمديه، الجديده. كيجيو جوج ديال المرات في الاسبوع باش يعرضوا السلع ديالهم هنا في هاد السويقه ديال درب السلطان. نتوما كاين واحد الاقبال، واخا الوقت باقي باكر، يعني هذه يلاه 6:30 ديال الصباح، النساء جايين قاصدين هاد السويقه، النساء اللي كيبغيو يتقداو بكري قبل ما يولي الزحام هنايا، لان معروف بان هنايا مع داك 11 11:30 12 كيبدا واحد الزحام، كيكون واحد الزحام اللي من الصعب انك سواء انك تقدا دوز حتى على رجليك. طبيعة الحال هذا الشيء دابا بالنسبة ليوسف فوزي كيسول واش هذا الشيء دابا بالفعل انتم على المباشر مشاهدينا الكرام.
بالفعل الله يسر للجميع. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر. بقوا معنا، احنا باقين معكم.